أرض لبنان ستهتز تحت أقدام مواطنيه. خبر انتشر كالنار في الهشيم مسجلاً أكبر عدد من القراء خلال فترة زمنية قياسية على مختلف المواقع الإخبارية. وقد نقل عن أحد علماء الجيولوجيا أن هزة أرضية ستضرب لبنان خلال 40 يوماً. بدأ هزة باليابان أجيت 8 درجات، نحن عم نطلبها ب24 درجة. لا الله يقدر. لبنان جود، ما في شغل من لبنان هلا، كتير مشكلة هلا. هيدا احتمالي يعني بعد ما في شيء مؤكد، وإن شاء الله ما يصير. أقوى من الهزة اللي نحن فيها؟ يعني اللي له عمر ما بتقتله شدة. هذا الخبر جرى ربطه بكارثة اليابان التي ذهب ضحيتها الآلاف، فحكي عن هزات ارتدادية ستطاول عدداً من البلدان. ما بعرف، على الفيسبوك عم بحطوها. لا لا، شو عندنا نحن مفاعلات نووية، وعندنا نحن اقتصاد، ما عندنا شيء نخسره. شوية حجر بيعمروهم دغري. أنا قبل بيومين كمان حلمت إنه في آخر العالم، يعني شو العالم كله ميتة وماشي بالشارع، وعم أقول يا ربي إنه هيدي آخر الدنيا، خلاص ما الدنيا خربة. وكأنه لا يكفي اللبنانيين كوارثهم ليروج البعض لهزة أو زلزال أو تسونامي، قبل أن يتطور الخبر إلى حديث عن إشعاعات نووية قد تحملها الأيام المقبلة لنا. حقائق أم مجرد إشاعات؟ من يملك الجواب لإخراج لبنان من مرمى الاستهداف؟